مساء الخير مشاهدينا يسعدنا لقائنا اليومي معاكم في شهر رمضان الكريم من خلال برنامج رمضان على الاولى. لازلنا نتابع معاكم الاحداث بمزيد من التحليل النقد بهدف الفهم وبهدف ايضا الاطمئنان. ردود افعال لازالت متتاليه على العمليه الارهابيه عمليه يوم الاربعاء تابعنا معا حديث جنودنا تبعنا قسم جنودنا بان يثاروا تبعنا حديث كان في منتهى الصدق من جنودنا المصابين حديث نقدر نقول هو كان صادر من القلب فوصل بمنتهى السهوله لقلبنا وبالفعل كانت عمليه ثار فوري لاخواتهم وزمايلهم الشهداء وايضا لازالت العمليات بتتوالى حتى اليوم فقر قواتنا المسلحه وسمعنا عن عمليه اليوم اللي راح فيها يمكن 13 قتيل من الارهابيين. هنفهم اكتر من خلال لقائنا النهارده مع خبير استراتيجي الواء اركان حرب محمد عبد الله الشهاوي مستشار كليه القاده والاركان ورئيس اركان الحرب الكيميائيه الاسبق وايضا امين عام مساعد حركه وحده الصف المصري والعربي اهلا بيك يا فندم اهلا بسعادتك والساده المشاهدين آه زي ما قلت آه هي ردود افعال آه كثيره آه ردود افعال بعضها آه خلانا نشعر بالاطمئنان آه يعني مثلا تابعنا كلنا آه فيديو الشؤون المعنويه اصدرته بيتولى العمليه بالتفصيل فهمنا منه كتير ولما الواحد بيفهم بيطمئن لان الغموض احيانا بي بيثير القلق عند البعض فنقدر نقول ده رد فعل سريع نشكر عليه فعلا الشؤون المعنوية تابعنا قسم ولقينا ان هو بيتحقق شفنا جندي بيتكلم بمنتهى البساطة انه رغم اصابته الشديدة والنزيف إلا أن هو زحف برجليه وصل لصندوق القنابل اف أه أه ولقينا أه قد ايه يعني في حالة شجاعة تشعرنا بالاطمئنان طول ما الجنود دي موجودين وفي عملية اليوم اللي احنا عايزين حضرتك تكلمنا عنها تمام بالتفصيل أكتر اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم فعلا ما تم يوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو كانت عملية إرهابية هذه العملية الإرهابية لأن الإرهاب زي ما كلنا عارفين لا دين له لا وطن لا مكان إلى زمان هذه الجماعات الإرهابية بتستخدم أساليب وتكتيكات بتسمى تسمى أساليب اللا متوقع ولا معقول أي. بتقوم بعمليات في توقيتات في شهر رمضان هذا الشهر الحرام اللي هو المفروض دم المسلم على المسلم حرام مع ذلك بيقوموا بهذه العمليات الإرهابية بنبص أن هناك أعداد كبيرة بتقوم بهذه العمليه الارهابيه في وقت واحد وفي وقت متزامن على 15 كمين ونقطه ارتكاز في وقت واحد دي عاوزين يعملوا شو اعلامي علشان لما لقوا ان القوات المسلحه بتقوم بضربات كثيره وضربات استباقيه وكبدت الجماعات الارهابيه خساير كبيره فبداوا يجمعوا نفسهم ويقولوا عاوزين نعمل ضربه هذه الضربه وراها اجهزه استخبارات عالميه وراها دول اقليميه ودول دوليه وأطراف دوليه بتقدر بتخطط بتنفذ بتمول بتمد بالاسلحه والذخائر اول مره نشوف ان هناك اسلحه مضاده للطائرات اول مره بنلاقي كورنت حضرتك صواريخ صواريخ آه مضاده للدروع او مضاده للدبابات صواريخ كورنت ازاي تحصلوا عليها هذه يبقى في عناصر وراهم بتمدهم طب اسمح لي, ازاي تحصلوا عليها ده سؤال لكن اللي يهمنا اكتر ازاي دي تم تهريبها ودخولها يعني احنا دايما كنا بنسمع عن انفاق كثيره جدا تم اغلاقها فهل عمليه تمشيط الانفاق اول باول بتحصل يعني ازاي تم تهريب كل هذه ودي اسلحه ثقيله لاول مره مصر بتواجه اسلحه ثقيله زي قذائف الهاون والار بي جي والمضادات الطائرات وصواريخ الكورنيت ف... طبعا يا استاذه دعاء زي ما حضرتك بتقولي فعلا هناك حتى اليوم قامت القوات المسلحه بوضع ايديها على مخزن في سيناء في الشيخ زويد هذا المخزن مليء بالاسلحه والذخائر مخزن كبير جدا هناك اسلحه هناك مخازن مخبئين وهناك مستودعات مخزنين فيها هذه الاسلحه والذخائر من ايام لما كان الاخوان الارهابيين في الحكم. احنا آه. عندين سيناء ديت كانت هناك مؤامره صهيو امريكيه علشان تجعل سيناء ديت تعتبر اماره تاخدها تختطفها من مصر لصالح الارهابيين وجمعت الارهابيين من بشاور ومن باكستان وافغانستان وجميع الدول علشان تكون ماوى لهؤلاء الارهابيين علشان حاجتين الدول الاوروبيه تبعد هؤلاء الارهابيين عنها وبالتالي يبقى يكونوا في مامن منهم ولكن اللي بيحصل العكس بنلاقي عمليات ارهابيه في امريكا في فرنسا ده احنا لقينا الاسبوع الاسبوع الماضي ثلاث عمليات في ثلاث قارات في قرار وفرنسا كويت ودي بلد امنه وبلد بتروليه وبلد خليجيه ومع ذلك الارهاب طالها لقينا في تونس اللي بيقولوا هي اللي بياخدوها مثل لنجاح ثورات الربيع العربي والديمقراطية اللي موجودة لقينا في إرهاب طال 36 سائح منهم 30 سائح من بريطانيا لقينا في الصومال لقينا في فرنسا إيه الإرهاب لا دين له لا وطن لا مكان إلى زمان لكن لما حصلت هذه العملية الإرهابية بأول أن كل الإرهابيين ومن ورائهم أجهزة استخبارات وأطراف إقليمية ودولية كلهم في وقت واحد يتجمعوا اكثر من 300 ارهابي ويقوموا بعمليه حاطين في دماغهم ان هم عاوزين بما يسمى عمليه كسر الحصون، هم سموها كده يعني ايه يكسر حصون؟ ان هو يستولي على مدينه الشيخ زواي يعملها اماره اسلاميه يرفع العلم لعلم حضرتك يا استاذ دعاء ان القوات المسلحه اول امس قامت ب عمليتين حربين حرب ضد الارهابيين وحرب اعلاميه, وحرب إعلامية اجهزه مخابرات واجهزه وسائل اعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كانت لها دور ومجهزه جاهزه ببيانات غير حقيقيه. هو للاسف حضرتك في البعض متعمد وفي البعض الاخر كان بيساعدهم على نشر هذه الاخبار الكاذبه للاسف مش يعني بحسن نيه. لا يا يعني وده ل... ودي خطا و... لازم احنا بقى كشعب وافراد شعب وشباب على مواقع التواصل الاجتماعي نتداركه. وانا عاوز اقول لحضرتك فعلا ان وسائل الاعلام الاجنبيه هي قصده قاصده ان تقول ان الخسائر كبيره لكن لما نسقط وراها وسائل الاعلام ووسائل و... و... ال... اللي هو ال... 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 الانترنت والفيسبوك و... وعندنا وسائل ال... الاتصال الاجتماعي والتواصل الاجتماعي اللي موجود لقينا ان هم بياخدوا من هذه ال... وسائل الاعلام الاجنبيه، طبعا ده خيانه لان العدو ما ناخدش من العدو البيانات بتاعتنا ايوه لان العدو يقصد ان هو يبث الاحباط في صفوف الشعب وفي صفوف القوات المسلحه معروف يا فندم في اي حرب ان الحرب المعنويه على العدو دي من اشرس الحروب فاحنا ما نساعدهمش على على ان, إن احنا الهدف ناخد ده. بياناتهم هم قاصدين احنا المفروض ناخد بياناتنا من المتحدث العسكري القوات المسلحه ده المعلومات الصحيحه اللي هو بتتقال لكن وسائل الاعلام الاجنبيه عاوزه تقول ان فيه قطعه من سيناء تم الاستيلاء عليها، وتم رفع علم اماره داعش والاعلام اللي هي داعش، ما داعش في مصر، ما فيش حاجه اسمها داعش، ده دا احنا لقينا وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام هي اللي بتقول داعش في مصر، ليه؟ عشان تدي مبرر لامريكا لان امريكا الكونجرس قال ان هو عاوز يحارب الارهاب ما قالش في سوريا والعراق في أي مكان فعندما تقول وسائل الإعلام أن هناك داعش في سيناء يبقى ده مبرر لأجهزة المخابرات ولدول زي أمريكا ودول غربية أن هي تيجي وتحارب وتؤثر على الأمن القومي المصري وللأسف للأسف أن في عندنا أطراف وناس محسوبين أن هم مصريين طلبوا تدخل دولي للقضاء على وده هم أنا منتظرين أنا هذا الكلام حضرتك منتظرين يقول هذا الكلام لأن هم في تنسيق بين هذه المجموعات وما يسمى الطابور الخامس إحنا مصر فيها طابور خامس يعمل ضد اللي يعمل ضد الجيش طابور خامس اللي بيعمل ضد البلد طابور خامس اللي هو عاوز يهد مصر طابور خامس بيساعدوا بقى وسائل الإعلام الأجنبية وأجهزة الاستخبارات الأجنبية أيضا أنا عاوز أقول لحضرتك ان احنا لقينا فيه دروس حصلت في هذه العمليه الارهابيه الاخيره اللي هي اول امس دروس مستفاده للمستقبل دروس من خلال المست... قراءتنا وتحليلنا احنا نقدر نقول فعلا ان في دروس مستفاده ده اللي حضرتك بتقول زي ح... ايه حضرتك زي يا فندم ان الاعمال الارهابيه دي بنبص نلاقي ان هي بتوحد المصريين يعني بنلاقي ان المصريين بيتوحدوا بعد حدوث هذه العمليات الارهابيه وبتزيد حجم الكراهيه لجماعة لجماعة الإخوان الإرهابية. نمرة اتنين إن لقينا القوات المسلحة بعثت بعثت رسالة باستراتيجية جديدة في القتال وهي استراتيجية رد الفعل السريع. إزاي؟ إن المفروض إن ما 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 يتم عمله في سوريا وفي العراق بنبص نلاقي إن في سوريا والعراق واللي حصل في الموصل حصل في الموصل ان داعش هجمت على الجيش العراقي سب في صدمه ساب الاسلحه بعشرين 20 مليار دولار ومش احنا عندنا مش كده خالص لما حصلت الكمائن الكمائن لما لقت نفسها عربات مفخخه زي كمين ابو رفاعي وكمين السدره دخلت عربات مفخخه لاول مره الجندي يقابل هذه العربيه المفخخه ويقتل السائق فيها ويدمرها قبل ان تذهب إلى آه إلى النقطة القوية اللي هو واسمح لي أذكر اسمه اللي عمل كده الجندي الشهيد الشجاع الرائع عبد الرحمن اللي هو قابلهم وطبعا غيره كتير ده شهيد ورحمة الله عليه، من يعمل ذلك؟ أيوه لأن إحنا عندنا عقيدة قتالية في القوات المسلحة المصرية هذه العقيدة القتالية بتقول النصر أو الشهادة ما يسيبش مكانه حصل الكلام ده في الجيش اليمني لما الحوثيين خدوا العاصمة صنعاء وعلى الجيش في ساعات كل واحد ساب السلاح ومش احنا لا ما نسيبش النقطة القوية اللي احنا او نقطة الارتكاز والكمين اللي احنا فيه لان احنا بنحافظ على الامن القوم المصري بنحافظ على تراب هذا البلد الشهداء اللي هم استشهدوا في اول امس ايه مصلحتهم في كده مصلحتهم ان هو لازم يحافظ على الارض وعلى العرض أيوة. لان دي هي العقيده بتاعتنا ما وجهش سلاحه ناحيه اي مدنيين لكن هؤلاء الارهابيين اللي موجود عاوز اقول ان رساله اخرى بعد سرعه رد الفعل الموجود واستراتيجيه رد الفعل في القوات المسلحه ان احنا عندنا لقينا العدو بيستخدم تكتيكات التكتيكات بتاعته بيستخدم الا متوقع ولا معقول احنا قلنا له لا يعني بعد ما هم دمروا بعربات مفخخه في آه الكمائن اللي موجوده بدأوا يبثوا ويضعوا على الارض الالغام حضرت. الغام علشان م. تمنع القوات التي ستقوم بنجدة هؤلاء الجنود في النقاط الكمائن بتاعتهم وفي نفس الوقت حضرتك بيستعدوا بمضادات للطائرات على اسطح المنازل فيعني في احنا احنا شهدنا تكتيكات واساليب جديده لأول مرة آه و... بالإضافة للأسلحة وبي... اللي موجودة و... بالإضافة للعربيات الدفع الرباعي اتدربوا عليها يا فندم قبلها بشهر على الأقل يا يعني فندم ي... بتدربوا في الخارج أول أي. حاجة بيتدربوا الأول من ليبيا يطلعوا على تركيا يقوموا يحاربوا شوية ويعرفوا تكتيكات وأساليب القتال الداعشية في سوريا وفي العراق وبعد كده بيجوا تاني الرحلة تبقى عكسية حتى إن هم بيجوا عن طريق الأنفاق أو بيجوا عن طريق البحر البحر من ست شهور فقط كان بيتواجد بعض مراكب بتيجي وتيجي المراكب ديت تنحط ويتسلل منها هؤلاء الارهابيين ويسيبوا المركبه يجوا بقى بعد كده مش عاوزين احنا عندنا اي مركبه بترسو لابد ان تكون موازيه للشاطئ بالعكس هم بيخلوها بتبقى عموديه عليه لان هو ما يهموش ان هي تشحط على الشاطئ، لا هو عاوز ان هو يتسلل الى داخل الاراضي، احنا لقينا ان قواتنا المسلحه استخدمت الابرار الجوي ودي طريقه جديده. الابرار الابرار الجوي. الجوي. يعني بدل ما يروح بدبابات وعربات علشان ينجد لا ده بيستخدم طائرات تعمل كده باي باس بتمر من فوق هذه الالغام وهذه العبوات المتفجره وتروح لغايه الكمين وتنجد وبيبقى في الاسلحه والمعدات والذخائر اللي موجوده للقوات وتقدر تجابه العدو أي. بطريقه جديده لقينا في نفس التوقيت في التزامن بهذا الهجوم على 15 كمين في وقت واحد قيام القوات الجويه م. والمقاتلات الجويه في نوتايم تقوم ان هي والاباتشي أيوه. ان هي تدمر العربات اللي موجوده اللي هي محمله بالاسلحه اول مره تحدث طائرات اسلحه مضاده لأول... للطائرات طائرات أصلحة... بتستخدم لاول مره عندنا لا بتستخدم تستخدم. من فتره بس الاف 16 اللي هي اول مره لأول تستخدم مرة بتستخدم أيوه. لكن الاباتش موجوده وياما عملت ضربات احباطيه هم ليه العمليه الارهابيه في هذا التوقيت لان هم لقوا من نفسهم بقى لهم فتره طويله احنا بقى ست شهور ما فيش عمليات رئيسيه موجوده في سيناء ايوه فعلشان كده وعندنا ذكرى الاحتفال 30 يونيو. بالذكرى الثانية ل 30 يونيو م. اللي هي أحبطت المخطط الصهيوني أمريكي لتقسيم مصر لتقسيم منطقة الشرق الأوسط وتقسيم مصر هو ده نقول رد فعل ان احنا احبطنا هذا المخطط طبعا تقسيم مصر فبيلتفوا من من جهه اخرى وباساليب اخرى بهذه العناصر الارهابيه، يعني احنا كان من سنتين جماعه الاخوان موجوده وهناك اتفاقات مع امريكا ان هم يكونوا سينا ديت وطن بديل للاجئين الفلسطينيين حتى يحل المشكله الفلسطينيه الاسرائيليه على حساب الاراضي المصريه. فبدا جماعه الاخوان المسلمين وجمل الحكم على هذا النظام. فشل الاخوان وتم اسقاط الاخوان في ثوره 30 يونيو فبدات امريكا الخطه البلان بي. البلان بي بتاعها ان هي تخلي بدل الاخوان يبقى هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة اللي موجودة اوريدي في سيناء وموجودة من فترة وفي أماكن اختباء وفي مخازن لها موجودة في سيناء ويمكن أنا قلت لحضرتك وللسادة المشاهدين إن النهارده القوات المسلحة حطت إيديها على مخزن أسلحة كثير من الأسلحة مم اللي موجودة أي المشكلة إن المخزن ده في بيت واحد من البج من أهلينا في سيناء فهذه العناصر الإرهابية بيعاونها ناس من نفس المكان وعاوز أقول لحضرتك أستاذ المشاهدين إن اللي بيحصل في سينا والعمليات اللي حصلت أول أمس في منطقة محدودة منطقة من الشيخ زوايد حتى رفح وجنوبا ب 8 كيلو طب على ذكر المنطقة أنا وعدت المشاهدين في البداية إن حديثنا هيكون فيه نوع من أنواع الطمأنة الفهم فيؤدي إلى الطمأنة إحنا سمعنا كتير عن المنطقة العازلة فوصلنا لايه فيها؟ تمام يا طبعا المنطقة العازلة أنا ما بقولش عليها عازلة، أنا بقول منطقة مؤمنة م. لأن المنطقة المؤمنة بتأمي بتأمن آآ آآ الاتجاه أرضنا وقطعة مهمة في الاتجاه الاستراتيجي الشمال الشرقي. المنطقة المؤمنة ديًا كانت فيها أنفاق كثيرة جدًا وعانينا من هذه الأنفاق في تهريب السلاح والذخيرة والإرهابيين وتجار المخدرات وكل الحاجات الليجل أو الغير قانونية اللي بتحصل فالقوات المسلحة قامت على أساس أن هذا النفق بيبقى طوله كيلو فعملت منطقة مؤمنة وإدى تعويضات لأصحاب المنازل اللي موجودة في هذه الشريحة وحطوتهم في مكان آخر أكثر أمانا خوفا عليهم طلع أن فيه طبعا كان في اهداف استراتيجيه لهذه المنطقه المؤمنه او المنطقه العازله ايه بقى الاهداف الاستراتيجيه في ثلاث اهداف الهدف الاول القضاء على فوضى الانفاق واستعاده جزء مهم استراتيجي اللي هي المنطقه شرق ومنطقه شرق سيناء ومنطقه الحدود نمره اثنين ان كان الانفاق ديا حضرتك بيجن منها الارهابيين يتسللوا يقوم بعمليات سربرايز كده وعمليات مفاجئة يقوم يفاجئوا الكمائن اللي موجوده ويرجعوا تاني من هذه الانفاق فاحنا قدرنا ان احنا نوقف هذا الموضوع المفاجاه نمره ثلاثة اتحولت العقيده القتاليه للجيش من عقيده دفاعيه في نقاط الارتكاز وفي الكمائن الى هجوميه ان هي بتقدر تتعقب هؤلاء الارهابيين وتقبض عليهم في عمليه كانت تسمى صيد الفئران لانهم زي الفئران هذه العناصر الارهابيه دائما في الجحور وتحت الارض بيضربوا ويجروا في جحورهم فلقينا بعد حضرتك آه. في عجاله بسيطه عشان نكمل الجزئيه دي طلع ان ان الواحد كيلو ده ان في انفاق بتصل الى 2.5 ونص كيلو فممكن يبقى ما عملناش حاجه فعلشان كده لابد أن تتخذ إجراءات صارمة وحازمة في جعل هذه المنطقة المؤمنة خمسة كيلو علشان نضمن عن مفيش أنفاق تماما بالإضافة تبقى القوات المسلحة قدامها مسرح الأرض ومسرح العمليات لو في أي إرهابي في هذه المنطقة يبقى فيه يبقى هذا جاي يقوم بعمليات إرهابية يتم القضاء عليه لأن الإرهابيين بيختفوا ضمن الناس الأبرياء اللي موجودين في القرى ويمكن يا استاذه دعاء انا يمكن لسه قايل بقول ان المنطقه اللي فيها التوتر دي منطقه صغيره من سينا 160 كيلو فقط فيها قرى معينه معروفه ومرصوده طب والارهابيين وتوزيعهم موجودين لا يعني في رصد حضرتك لقواتنا المسلحه عارفه اماكن ومواقع الارهابيين في سيناء وخط سيرهم وتحركاتهم ولا زي ما حضرتك بتقول هم مستخبيين في بيوت كثيره فصعب السيطره والله على ده سؤال على كويس جدا هذه الجماعات الارهابيه لما بتقوم يعني احنا مثلا في 6 اغسطس 2012 يعني من حوالي دلوقتي ثلاث سنين كان حصلت مذبحة اسمها مذبحة رفح الأولى وأعداد كبيرة من جنودنا استشهدوا ليه؟ لان هؤلاء الارهابيين طلعوا من قريتين معروفين بالاسم قريه اسمها المهديه والقريه الثانيه اللي هي المقاطعه المقاطعه والمهديه فيه كمين اسمه كمين المصوره هو اللي بيامن المنطقه دي فقاموا بعمليه ارهابيه خسيسه عليه وحدثت خسائر بعد ما عملوا هذه الارهابيه ما بيرجعوش لنفس القرى تاني بيروحوا القرى اخرى وكل في منطقه الشيخ زويد ما هي الشيخ زويد دي يعني مش عارف الشيخ زويد ده ايه يعني م. كل القلق في الشيخ زويد ويمكن العمليه الارهابيه او الامس في الشيخ زويد الله طب ما احنا بقى نشيل العناصر اللي موجوده وهذه القرى يعني بتزود ايه في الدخل القومي وفي الامن ده هي ضد الامن القومي دلوقتي لان هؤلاء الارهابيين مندسين في وسط هؤلاء الابرياء عندما تقو... القوات المسلحه لها عقيده صحيح بتدافع عن عن الارض وعن العرض لكنها ما توجهش سلاحها الى صدر بريق. أي بريق. مصري طب حضرتك بتقول ان هم منخرطين مع الابرياء يعني ممكن تكون قبيله واحده او عيله واحده فيها بعضها ابرياء والبعض الاخر آه ده أكيد. مدنين طب هنا عمليه الفصل بتتطلب كم من المعلومات من الداخل طبعا يفهمت. يعني عشان كده كنا بنقول دي حرب المعلومات بتلعب فيها دور رئيسي انا عاوز اقول لحضرتك فعلا ان اهالي سينا دول ناس وطنيين بيحاربونا وبيمدونا بالمعلومات وممكن في حرب 73 كانوا بيعتبروا قرون الاستشعار بتاعتنا عن العدو الصهيوني العدو الاسرائيلي اللي موجود كانوا هم اللي بيدونا بالمعلومات ويا ما ناس خلف الخطوط احنا عندنا في عناصر بتقوم بالحصول على المعلومات من العدو، مما يسمى خلف الخطوط، قريبه من العدو، فكانوا الناس دول بيقوهم ويدوهم الـ 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 الاكل ويدوهم الشرب ويحموهم، هم في ناس وطنيين، لكن هناك عناصر اخرى غير وطنيه. عناصر بتأوي هؤلاء الارهابيين، يعني انا لما اكون شيخ قبيله وفي قريه من القرى، والاقي ان في فرد غريب، احنا شفنا لما شفنا الصور بتوع الارهابيين اللي هم تم قتلهم 100 ارهابي تم قتله يوم الاربع الماضي. هل دولة مصريين مش مصريين؟ اغلبهم اجانب وهناك باسبورات تركيه موجوده. هناك واضح من ملامحهم يا كلنا شفنا انا شايف واحد بهذا الشعر وبهذا الدقن وفي القبيله عندي، ما انا عارف كل كبير وصغير، ازاي انا ما اقولش؟ في فعلا الناس بيقولوا، لكن هناك ناس اخرين بيحافظوا على الناس دولة بيستفيدوا منهم. ما عندوش ولاء للوطن. فأنا بقول ومن هذا المنبر ويمكن قلتها في آه لقاء آخر إن إحنا الست قرى دول عارفينهم في كل مشكلة وفي كل عملية إرهابية هم ست قرى معروفين. منهم قريتين قلناهم دلوقتي في م. مذبحة رفح الأولى وكانت في 6 أغسطس 2012. ثم هناك مذبحة أخرى في كرم القواديس. كانت هناك قريتين برضه قرية التومة وقرية الجميع برضه طلع منهم العناء احنا عارفين وأجهزة الاستخبارات عندنا عارفة طب ما ده يعني بيدعو يعني علامات استفهام حضرتك بتقول علامات بقالكو الاستفهام بقالكوا سنوات عارفين بالاسم اللي القبائل اللي بتتعاون وعارفين القرى اللي فيها طيب ليه التعامل احنا حاضر يا فندم في رمضان الماضي كنا عارفين ان هذا المنزل فيه ارهابيين ولكن في البيت ده في ارهابيين في رمضان ولكن هذا البيت هناك ناس ابرياء موجودين وكان كانت تعليمات القياده العامه والرئيس عبد الفتاح السيسي ما لا تستهدفه علشان ما لا تستهدفه الارهابيين حتى لا تحدث خسائر في جانب الابرياء المدنيين فبالتالي ده بيبقى نقطه ضغط على القوات المسلحه لكن باستراتيجيه جديده وإجراءات جديدة بدأنا نزود الدعم الفني لأجهزة جمع المعلومات. من خلال التنصت، المراقبة، التفتيش، الإستجواب، التعاون، إحنا عندنا ما يسمى بإدارة التعامل مع شؤون القبائل، هناك ناس مع القبائل معروفين وناس وطنيين وبيمدونا بالمعلومات اللي موجودة، وبنقدر إن إحنا نتعامل مع هؤلاء الإرهابيين ويمكن يوم الاربعاء اللي فات برضه في هذه العمليه قامت الطائرات في معلومات مؤكده بان هناك تجمع لجماعات ارهابيه في مكان ما قامت الطائرات دكت هؤلاء الارهابيين اللي هم موجودين ده بالتعاون مع شرفاء من اهل سيناء من خلال المعلومات من خلال اذا القبائل وشيوخ القبائل مطلوب منهم رفع الغطاء رفع الغطاء عن المشكوك فيهم يعني طب هذا الغطاء هو اللي بيخليكم مش قادرين طب افرضوا بقى ان هم حضرتك طبعا هم يعني برضه متاثرين قبائل م. سيناء متاثره منطقه منطقه عمليات بتحدث ممكن تبقى خسائر تحدث فيهم من قبل الارهابيين واحنا شفنا ان الناس اللي كانوا على الاسطح وبيهاجموا اللي هو قسم الشيخ زويد بدأوا ان صاحب البيت كل بيقول له لا ما تعملش كده قام قتله. ايوه. و... و... واحدث خسائر كبيره في هذا البيت، لكن احنا عاوزين كل ثناء يكونوا على قلب هذا الرجل اللي موجود. يبقى اذا حضرتك لو هنتكلم عن الدروس المستفاده لازم نعيد النظر في قائمه الاولويات ونضع اهالي سينا وقبائل سينا يعني في يمكن اولى اولويات اهتماماتنا. في طريقة التعامل معهم والتواصل الدائم معاهم مهم جدا. احنا بنتواصل معهم يا فندم، التنمية في سيناء مطلوبة وكان هناك الدولة خصصت 10 مليار جنيه لصالح التنمية ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أم أول أمس إن في خمس مشروعات تنموية في سيناء إن هو أشار بسرعة البدء في هذه احنا عندنا في شركات للقوات المسلحة لصناعة الأسمنت. وشركات لاستخراج وتعبئة المياه المعدنية في هناك أبار بتقوم بحفرها لهؤلاء علشان التنمية الزراعية اللي موجودة هناك ما يسمى بالأدد فاليو أو القيمة المضافة للمواد المحجرية والمواد والثروة المعدنية سيناء أو شمال سيناء بتسمى أرض الفيروز هناك الأحجار الكريمة الجيمستون اللي موجودة ديت في سيناء في رمل زجاجي عالي الجوده جدا لو تم اضافه القيمه المضاده المضاده عفوا بيتم ان احنا نقدر يبقى هناك تنميه في هذا لكن انا عاوز اقول لحضرتك القرى دي هي اللي بيحصل فيها التوتر ودايما في معركه كرم القواديس وكانت في 24 اكتوبر 2014 يعني من سنه واحده اقل من سنه برضه بتقوم من قرى جنبها اللي هي التوما والجميع وقاموا بالعمليات ورجعوا تاني دخلوا في وسط القرى وفي وسط الدروب الصحراويه اللي هي موجوده. برضه في الكتيبه 101 معروف طب انا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ م. وكل دي في المساحه مستطيل 160 كيلو متر مربع. م. هل 160 كيلو متر دي كتير ابدا لا؟ سهل لا. السيطره المفروض عليها. سهل السيطره ولو عرفنا مساحه سينا الشاسعه دي ده مساحه سينا ديت قد الدلتا ثلاث مرات. مساحة الدلتا اللي فيها سبع محافظات قدهم ثلاث مرات أيوه. هي واحد وستين ألف كيلو متر مربع كل المشكلة في مئة وستين كيلو طب أنا المائة وستين كيلو ما هجر احنا هجرنا في سبعة وستين وفي حرب الاستنزاف ثلاث محافظات مش قرى وكانت هذه الناس دول لما راحوا في حضن الوادي وفي حضن الصعيد لحتى ما نديش مبرر لان العدو الاسرائيلي الجبان ان هو يقدر يدمر ويقدر يحصل خسائر، طب الست قرى دول ما هننقلهم في مكان اكثر امانا ونعوضهم ويبقى المنطقه مسرح العمليات جاهز نقدر نقضي عليه في مش عاوز اقول ايام 48 ساعه ما يبقاش فيه ارهاب في سيناء طب بصراحه كده حضرتك او قواتنا المسلحه استشعرت تفاهم من هذه القبائل اللي هيتم تهجيرها او تعويضها بمساكن اخرى طب مدركه ان, إن هي بكده بتعمل عمل وطني ومهم جدا للامن القومي ده حصل فندم حصل حضرتك في المنطقه المؤمنه اللي هي الواحد كيلو ديت كان كل بيت بيبقى له تعويض مناسب ملائم ان هو يبقى في مكان اخر يخطط لانشاء قريه تسمى رفح الجديده ليهم فيها مشروعات تنمويه فيها مدارس فيها مستشفيات فيها مشروعات تنمويه تبقى موجوده الناس اللي هيحصل برضه في اللي هو القياده السياسيه واجهزه القياده العامه ولما بيفكروا في اداره الحرب على هذا المسرح العمليات انا عارف ان الكلام ده في 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 ذهنهم وبيفكروا فيه بس لكل ايه لكل شيء وقته المفروض لو اتخذ هذا احنا عندنا ناس صحيح هيسيب بيته لكن بيحافظ على الامن الراجل الشهيد اللي بيستشهد راجل مصاب واخد طلقه في جنبه ويقدر يقتل 13, 13 إرهاب, إرهاب, إرهاب ايه ده بقى ما كان ممكن يستكين ويستخبى في اي مكان ويختبئ في مكان ما ويسيب العمليه لكن لا ده مصر وأرض مصر وتراب مصر لأن القوات المسلحة العقيدة بتاعتها بتحافظ على تراب مصر في ناس تانيين ما بيحافظوش على تراب مصر م. وبيستدعي تدخل قوات دولية لتواجد في سيناء الله ده انت يا عم بتمس الأمن القوم المصري ازاي تقول هذا الكلام أيوه. طيب فين جماعات حقوق الإنسان فين حقوق الإنسان وفين الهيومان رايتس ووتش اللي دايما طلع تقارير ان احنا في دوله الاستبداد وفي السجون وفي المعتقلات في مين اللي في المعتقل؟ ما المعتقل لازم يكون عامل جريمه، عامل مشكله داخل المعتقل، ما نحن كل الشباب موجودين اهم، والعلم حضرتك بلدنا دي تنصلح بالشباب لان شبابنا هو نصف الحاضر وكل المستقبل، واحنا كنا حضرتك برضه يا استاذه دعاء في حرب 73 هو مين اللي حرر الارض في 73؟ ومين اللي استشهد في 73؟ ومين اللي انتصر على على اسرائيل وكسر نظريه اللي هو الذراع الطويله والجيش الذي لا يقهر هو الشباب. طيب بحدثنا عن الشباب لان ده موضوع عايزة اقف عنده ان الورقه الرابحه اللي لازم آه، القائد يراهن عليها هي الشباب. تمام يا فندم آه، وقد ايه هو اظهر معدن اصيل. حتى في الحادثة الأخيرة حادثة يوم الأربعاء والإرهاب الأسود بس بعد الفاصل هنرجع تاني نقف عند قصة الشباب لأن في تفاصيل كتير وكلام كتير عايزين نرجع نقوله مع حضرتك اسمح لنا نطلع لفاصل ونعود مرة أخرى نستكمل حديثنا معاك شعب خالد وباي الحياة ودم شهيد يعطر في الوطن سرّ الشعب المصري كله. تصرخ بالصمود وتعيش يا مصر دايما في درديل الصلاة وتعيش يا مصر دايما في الصلاة <applause> والشعب المصري والحرب ما انتهتش والعزم لسه باقي العزم لسه باقي يا جيش الشعب يلا واقفين دايما معاك واقفين دايما معاك واقفين دايما معاك قوم سيرنا للتلاقي سيرنا للتلاقي ويوم النصر اتي مهما بعد اهلا بكم مشاهدينا مره اخرى آه بنرحب مره ثانيه بالسيد اللواء اركان حرب محمد عبد الله الشاوي أهلا بيك. اهلا بيك زي ما قلنا احنا هن... عندنا حديث آه كبير عن الشباب لان آه دي الورقه اللي لازم يرهن عليها اي آه قائد خصوصا في مصر بطبيعه مصر بطبيعه اعدادهم بطبيعه آه آه الطاقه اللي ممكن تكون طاقه ايجابيه جدا نستفيد منها بدل العكس بس بايه باستيعاب آه الشباب هل يتم فعلا استيعاب الشباب يعني لو كنا بنتكلم عن شباب بيرمي نفسه في حضن الافكار المتطرفه فده اكيد لسبب ما لخلل ما حضرتك مثلا قلت لي خبر انا يعني وقفت عنده ان مصنع الذخيره اللي قواتنا المسلحه وضعت يديها عليه النهارده كان في بيت احدى القبائل تمام فدي حاجه مؤسفه جدا فليه شبابنا بيضحك عليه كده من الاخر والله انا شايف حضرتك الشباب اللي حصل واستشهدوا 17 واحد اللي استشهدوا كلهم شباب ما فيهمش عواجيز خالص ده كلهم في سن العشرين خمسة 25 حتى فيهم مقدم اركان حرب يعني ده برضه بيدينا رساله ان القوات المسلحه ما بتحطش ما بترميش اي عساكر كده وخلاص في اللي بيدافعوا عن الامن القومي كده على الحدود لا ده فيهم ناس مؤهلين معاه دوره اركان حرب من كليه القضاء والاركان اللي هو الشهيد احمد الدرديري واعرفه لان انا في كليه القاده والاركان اللي انا أي. بشرف بان انا اعمل مستشار فيها هذا استشهد في الحادثه الارهابيه الاخيره اللي هو يوم الأربعاء الماضي في شباب في جنود الراجل المصاب ده واللي قدر أنه هو يتعامل مع الارهابيين ما هو دي شباب أي. كل اللي احبطوا مخطط يوم الاربعاء الدامي اللي كان حاصل اللي هو عاوز ياخذ جزء وبيكسر هيبه الجيش المصري ويحافظ ويجعل الشيخ زوايد دي اماره اسلاميه علشان هنبص نلاقي بعد كده بعض الدول الاوروبيه والدول الاقليميه زي تركيا وايران على طول يعترفوا بيها تبقى اماره موجوده. ايوه ويحافظوا على حقوقهم هم الشباب الشباب اللي هم بيشتغلوا في مشروع قومي اللي هو قناه السويس الجديده التي انتهت في سنه. بدل خمس سنين ما هم شباب الشباب اللي هم هيستصلحوا مليون فدان ما هو ما فيش واحد يعني اوفر ايج او فوق الخمسين ستين 60 هيروح يشتغل في بس في المشاريع فيه دي. كم هائل اخر من الشباب العاطل في نفس الوقت اللي مش لاقي فرص واللي لازم استيعابه حضرتك شفت رد الفعل ايجابي جدا لمجرد ان هم سمعوا صحيح كانت اخبار غير صحيحه ان ان المستشفيات محتاجه تبرع بالدم ان مش عارفه محتاجين شرائح ومسامير ايه لقينا كم, من, كم الشباب من الشباب نزل اتبرع بدم حاجه تفرح يعني مستشفيات الاسماعيليه والاسكندريه الثلاجات هناك كانت مليئه باكياس الدم ومش فرق. قادره تستوعب اكتر الشباب بتاعنا يا استاذه دعاء شباب وطني شباب لما بيلاقي فيه مشروع قومي وفي قدوه ومثل بيجري وراه لكن الشباب اللي احنا بنسمع ان هم اللي هو عاوز قانون التظاهر فيش تظاهر اتظاهر على على مزاج ده الكلام ايه ده بقى ان شاء الله ده لازم ما هو قانون التظاهر موجود في جميع الدول الديمقراطيه وجميع دول العالم ازاي ان انت ما تعرفش بقانون التظاهر مين يقول الكلام ده مين يقول ان مصر دوله استبداد فين الاستبداد إحنا قاعدين وبنتكلم وكل الناس في الشارع، لكن فئة قليلة هل 6 أبريل دول هم دول اللي هم يمثلوا الشباب؟ لا يمكن ما فئة قليلة يمكن على اليد الواحدة أصابع اليد الواحدة أصابع اليدين اللي موجودين، لكن بيلاقوا وراهم عناصر هي اللي بتخليهم يدهم منابر، وعلشان كده بقول من هنا وسائل الإعلام المفروض جميع الطابور الخامس وهذه العناصر التي تساعد الارهاب التي تحض على العنف التي ما بتقفش ورا جيشه وعاوزه تكسره ديت ما تظهرش في وسائل الاعلام لكن احنا شفنا يوم الاربعاء انبرت كبرى او با... مش كبرى بعض الصحف وبعض القنوات التلفزيونيه للاسف مصريه ان هم يمشوا ورا الحمله الاعلاميه الغربيه ويذيعوا ارقام ويذيعوا الصور اللي بتبثها موقف اللي هو انصار بيت المقدس هو هو عاوز يبث الاحباط في نفوس المصريين وعاوز يخلي الكمائن التانية لما تلاقي فيه كمين انهار بيأثر على معنويات على فكرة ك. حضرتك أنصار بيت المقدس بنفسهم عرضوا فيديو النهاردة منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بيؤكد صدق معلومات جيشنا الفيديو اللي أنصار بيت المقدس نفسهم أزعوه بيؤكد صحة كلام والمعلومات الصادرة من قواتنا المسلحه. بس حضرتك شوف النهارده لكن كان يوم الاثنين والناس قاعدين والقوات المسلحه يقول لك عاوزين نعرف بيانات ودونا ده احنا في حرب هو احنا في ماتش كوره هنذيع ان هجمنا على الكمين الفلاني كسرنا الكمين الثاني احبطنا ما اعرفش ايه ده احنا بنحارب لكن صانع القرار وفي مركز العمليات يدير المعركه اولا ثم يصدر تعليمات أوليه، ثم يصدر التقرير، ثم يصدر الفيلم اللي احنا شفناه بواسطة إدارة الشؤون المعنويه قامت بفيلم فعلا يدرس في جميع وسائل الإعلام وموجود ويذاع على وسائل الإعلام كلها، هذا الفيلم اللي هو وضح لنا بالكروكيات كيف تم استهداف الكمائن الكمائن ونقاط الارتكاز وازاي ان احنا قدرنا بالهجوم المضاد وبرد الفعل ان احنا ندمرهم ويجيب لنا خسائر حقيقيه ويجيب لنا صور الارهابيين لان العلم حضرتك ان وسائل الاعلام كانت تجيب صور الارهابيين دوله على انهم جنودنا لانهم لابسين زي لبس مماثل لنا وده هاي. من الدعم المالي اللي اداهم سيارات دفع رباعي محمله بالمتفجرات ومحمله بالاسلحه والذخيره. وداهم هذه الاسلحه المتطوره زي المدافع 14.5 مللي ضد المضاده للطائرات، واداهم الزي. الزي وجعل لهم اعلام على... خاص بيهم على اعلى مستوى من التقنيات ويستعينوا وال... فيه... بخبراء اجانب. ان في اعلاميين تركيين يصوروا ويبثوا، وازاي قناه عميله اللي هي قناه الجزيره قاعده تبث هذه المغالطات. وناخد منها احنا ونقول ان الخسائر كتيرة وحصل ان الشيخ زويد ان هي مستولى عليها ومحاصرة المعركة دارت سبع ساعات ده بيقول ان فيه صمود فيه صمود من قواتنا وفيه تحمل لان قوات الجيش المصري جيش عظيم جيش عريق جيش بقاله مع حضرتك 2696 قبل الميلاد يعني من 5000 سنة كان جيش مصر أيام زوسر في زوسر بدأت نواة الجيش المصري 5000 سنة وليه زوسر حضرتك, حضرتك الحرب الأخيرة 73 يعني احنا مش هنقدر على عملية إرهابية مكونة من 300 500 ألف حتى واحنا قدرنا على أسطورة خط بارليف وعلى العدو الصهيوني وعلى هو مش ده نفس الجيش أنا عاوز أقول لحضرتك فعلا إن مفيش جماعة إرهابية تهزم جيش قوي جيش بلد جيش هو الثالث عشر على مستوى العالم والاول على مستوى الوطن العربي اللي موجود له قوات بريه اكبر قوات بريه في منطقه الشرق الاوسط وفي افريقيا أيوة. وعندنا قوات بحريه اكبر من القوات البحريه خمس مرات وعندنا منظومات تسليح قويه دفاع جوي قوات جويه احنا شفنا الاستعداد القتالي بتاعنا ولما حصل المذبحه في في ليبيا الواحد 21 مصري وقامت القوات الجويه الناس متوقعين المذبحه اليوم فجر في الفجر كانت قوات الجويه تقوم بقصف ودك اوكار هؤلاء الارهابيين ومعسكرات تدريبهم ومخازن الاسلحه والذخيره ورجعت الطائرات سالمه تقول ان في استعداد قتالي أي. اما لقى ان الطائرات تتبعت عربات الدفع الرباعي قبل ما تهرب وتدمرها بما فيها من الاسلحه والذخائر والارهابيين أي. ده بيقول ان في استعداد قتالي في ان احنا عندنا العقيده بتاعتنا ما بنسكتش حتى انت مصاب بتحارب وبتدافع عن الارض والوطن حصل ان كان في تنسيق في هذه العمليه بقى رساله تانية هناك تنسيق احنا يعني... دلوقتي عشان بس اوضح للمشاهدين احنا بنتابع معاكم الرسائل اللي طلعنا بيها من عمليه الهجوم الارهابي يوم الاربعاء ذكرنا بعضها وبنواصل تقديم الدلالات دلالات هذه الرسائل او هذا الهجوم اللي ممكن نستفيد منه في المستقبل نكمل لقينا يا فندم في تنسيق ما بين القوات الجويه بواسطه الاف 16 والطائرات الاباتشي، وبين القوات البريه اللي هي حاصرت هؤلاء الارهابيين بعد ما اه تم دحرهم، راحوا في اه 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 ان هم يختبئوا وسط المدنيين، وجعلوا المدنيين كدروع بشريه. ازاي ان القوات المسلحه والقوات البريه فيها قدرت ان هي تحاصر هؤلاء الارهابيين وتتعامل معهم وتقضي عليهم. أيوة. ثم اجهزه الاتصالات اللي موجوده الحرب الالكترونيه والاشاره ان هي تسجل استغاثات لهؤلاء الارهابيين وظهرت في الفيلم بتاع القوات المسلحه ان بتقول الحقونا احنا أيوة. في خسائر كثيره فينا اتسجل في هذا الكلام أيوة. نمره اتنين بنلاقي برضو ان ان احنا ما تاثرناش بصدمه الهجوم علينا صدمه الهجوم دي حاجه كبيره ما احنا قلنا في الموصل لما داعش هجمت بعض مناطق للجيش ساب لها السلاح ومشي ايوه احنا لان في صدمه للهجوم ولازم اللي بيهاجم يحدث خسائر اكتر من اللي بيدافع وقاعد، م. لا احنا ما فيش دي. كان الهجوم متوقع يا فندم مش كده؟ كان في اخبار عن هجوم سيحدث في في الذكرى الثانيه وكان في بعض الجنود عارفين. احنا متوقعين ان لابد الجماعات الارهابيه بتنشط عند الاحداث الكبرى اللي موجوده. يعني احنا عندنا حدث وهو الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو لازم الجماعات الإرهابية وفي استنفار كامل وفي استعداد كامل للشرطة والقوات المسلحة ازاي يعني احنا قضينا عليهم وقدرنا نصد هذا الهجوم ونقوم بهجوم مضاد ونقضي على 100 وندمر 17 يبقى دليل ان احنا صحيين يقظة مش لازم نكون المعلومات لكن يقظة نمرة اتنين بنبص نلاقي ان الارهابيين دول محددين الاماكن بدقه دليل ان هم في اتصالات بالاقمار الصناعيه والاقمار الصناعيه هي محدده ومديهم الاحداثيات اللي موجوده لان هنبص نلاقي في الفيلم ان السيارات الدفع الرباعي راح على المكان مظبوط ودي في منطقه صحراويه بضروب لكن في اجهزه جي بي اس ومتصل بالاقمار الصناعيه يبقى دليل ان في استخدام بقى اساليب جديده واستخدام التمويل اللي بيجي بالاسلحه والمعدات والعربات ان هو للناس فبدات ان في هذه العمليه تظهر ازاي ان هم المواقع ودي حاجه متقدمه ومتطوره ومع ذلك قدرنا نقضي عليهم وقدرنا من يوم الاربعاء والنهارده الجمعه في خلال الثلاث ايام دول يعني مش فات الاربع وخلاص لا ده قواتنا المسلحه بتقوم بعمليه الكمائن والاشتباكات والمداهمات ويمكن النهارده 23 اه إرهابي قتلوا التحفظ والاستيلاء والقبض على صاحب المنزل اللي فيه مغزل الأسلحة لو شفتها حضرتك أعداد كبيرة جدا من الأسلحة موجودة أنت خزنها من فترة وجود الإخوان الإرهابيين لما كانوا في الحكم وبدأوا يجمعوا جميع الإرهابيين من الدول اللي كان فيها توتر ويجيبوا الاسلحه من ليبيا في أسن... وي... ويخزنوها اللفت في اللفت يعني اللفت للنظر في كلام حضرتك ان حضرتك بتقول ما لنا وما علينا آه ودي حاجه تحسب لحضرتك يعني بتقول آه نقاط قوتهم ايضا يعني وجود اقمار صناع... صناعيه وأساليب وتكنولوجيا يعني هم اجهزه الاستخبارات والاطراف الإقليمية اللي بتدعمهم بالمال وبالمال وبالسلاح وبالأجهزة الفنية والتكنولوجيا المتقدمة إحنا بنحبط هذه الأجهزة والمال والأسلحة اللي موجودة معاهم لأن إحنا عندنا سلاح أكثر تطور وعقيدة أكثر مصداقية وأكثر جوة لكن عاوز أقول للشعب بتاعنا لازم نتماسك دي عملية إيه المشكلة ده هي زادتنا اصرارا على القضاء على هؤلاء الارهابيين نمره اتنين وحدت كل المصريين وجمعت المصريين على ان الجماعة الاخوان الارهابيه هي العباءه الايديولوجيه لجميع هذه الجماعات يعني دول جاي من ايه ما هم الاخوان ايوه ما هم الاخوان اللي هم هم العباءه هي حماس دي موجوده ايه ما هي جناح عسكري لجماعه اخوان موجوده في الحماس طبعا حماس ديت برضو المفروض ان هي تتعظ والمفروض ان هي تكون عمق استراتيجي لمصر وليس تعمل وتعبث ضد الامن القومي المصري. اللفت للنظر في الرسائل اللي طلعنا بها من الهجوم الارهابي ايضا ان الجمله بتاعت احنا في حاله حرب مترجمه فعليا للاستعدادات من قواتنا المسلحه لتغيير في الخطة الأمنية وتأمين حدودنا وتأمين الكمائن بصورة أوسع وأكبر حضرتك جملة إن إحنا مسكتناش من يوم الأربع للنهاردة الجمعة ولكن إحنا في حالة متابعة وفي عمليات متتالية من قواتنا المسلحة هجومية ده برضو يطمئن لأن الجملة دي إحنا في حالة حرب كنا بنتذكرها فقط بصورة وبصفة وقتية لما بنلاقي هجوم ارهابي ونرجع ننساها بعد كده حضرتك ده كان الملاحظ تمام يا فندم الموضوع التاني حضرتك ان وسائل الاعلام الاجنبيه دي تعتبر والطابور الخامس تعتبر شق من حروب الجيل الرابع م. حروب الجيل الرابع ديت معناها للساده المشاهدين هي العمليات العقليه والعمليات النفسيه والعمليات الاستخباراتيه ديت بتقوم بيها دوله ضد دوله علشان تقدر تفكك تفكك ايوه بتتفكك ده. طب بتفكك الدولة عن طريق ايه؟ مم. افراد من هذه الدولة بدعوة بقى الحرية والديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان ما يعرفوش إن هم بيكونوا وراهم أجهزة استخبارات عايزة تعبث وعايزة تفتت وعايزة تهدم هذه الدولة، إشمعنى مصر؟ إشمعنى مصر اللي فيها لقينا إن 15 نقطة ارتكاز في نقطة و في وكمين في وقت واحد بتهاجم لأن مصر هي رمانة الميزان في الشرق الأوسط واستقرار مصر يساعد على استقرار المنطقة العربية كلها الدول الأوروبية الغربية وأمريكا مش عاوزة استقرار عايزة دول عربية مفتاتة ليه ليه مش عاوزانا كده نبقى أقوية لأن لو أقوياء مش هتسمح لهم إن هم تبقى لهم رجل في الدول العربية إيه اللي بتعمله في العراق بتقسم بين سنة وشيعة على أساس طائفي أو عرقي موجودين في, في،, في،, في ليبيا احنا عندنا ليبيا فيها ألف وسبعمائة جماعة ارهابية مين اللي جابهم هم حلف الناتو لما قام لما عندما قام بتدمير الجيش العراقي والقضاء على معمر القذافي أيوه. ما بنوش بقى بعد كده بقى. المفروض نبني أيوه. احنا بنشكر حضرتك على المعلومات القيمة وزي ما قلنا ان مصر مستهدفة وللاسف دايما الهجوم على مصر بيكون من ارض سينا ده من ايام الفراعنة والهكسوس، ربنا يحفظ ارض سينا ويحفظ مصر كلها وان شاء الله هيحفظها بفضل معدن الشعب المصري الاصيل اللي بيتكاتف دائما كله يد واحدة خلف جيشه وفضل جنودنا البواسل اللي سمعنا قصص بطولية كثيرة ولسه ولسه هنسمع كتير بعد كده بنشكر السيد اللواء اركان حرب محمد عبد الله الشهاوي على المعلومات القيمه شكرا لك بنشكر مشاهدينا على متابعتهم لينا والى لقاء قريب ان شاء الله